اليوم 17 من سبتمبر أيلول من عام 1973، 19 يوما بات تفصلنا عن المعركة التي أنهت حالة لا سلم ولا حرب بين مصر وإسرائيل. في هذا اليوم كانت أخبار السياسة الدولية واللقاءات الدبلوماسية هي الطاغية في حديث الصحف، فيما اختفت أي أخبار من الجبهة التي بدت صامتة تماما. ركزت صحف هذا اليوم على أخبار زيارات لدبلوماسيين ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى لبلدان مختلفة، وطلب مصر الاشتراك في مؤتمر الأمن الأوروبي لعرض وجهة نظرها. أبرزت الأهرام في منشطات عريضة نتائج الرسائل المتبادلة بين الرئيس السادات والزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف، فيما نقلت صحيفة الأخبار آراء المفكرين والسياسيين العرب في الحوار المفتوح الذي جرى في مجلس الشعب ومطالباتهم بمعركة عسكرية، فلا تفاهم مع إسرائيل بسوى ما سموه الحوار القتالي. لكن أجواء أخرى كانت أكثر جاذبية في الصحف، حيث برزت إعلانات فيلم خلي بالك من زوزو على صفحات الأهرام والأخبار الذي حقق نجاحا باهرا في دور عرض السينما، فيما اكتظت صحيفة الأخبار بإعلانات متنوعة لأفلام أجنبية جديدة آنذاك. أما في عالم الرياضة فقد غطت الصحف استعراض نادي ترسانة عضلاته على نادي المنيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. هكذا تنوعت أخبار الفن والرياضة. وقد قالت السيدة جولدا مائير إن دخول الجيش المصري في الحرب يعد عملا جنونيا. كل شيء بدا عاديا وطبيعيا تماما، كأن لا حرب في الأفق القريب.